جود مورنينغ، ان شاء الله تكونوا صبحتوا بخير وبتكونوا بصحه جيده. ساو اليوم ان شاء الله هو اول يوم عطله بالنسبه لي رسميا. قلت يسترداي واز لايك جاست تشيلينغ، اي ديد ناثين. المهم قلت علاش لا ما نشاركش معكم هذه الايامات، يعني الايام الاولى في العطله كيفاش نجوزها هكا باش نبداو يعني العطله رايت بشكل صحيح. لكن اولا let me show you my room كيفاش راها يعني هاد الصباح وكما كل صباح. وثاني هاد الايام صراحه خليتها كيما هكاك مع اكزامز وكلش، ما لتهيتش باش ننظف هذاك التنظيف العميق. حاله غرفتي الصباحيه ولا نقدر نقول هذه الايام يعني مع كانت الامتحانات وكاع سو كانت الناس. best moment ever بعد الامتحانات هي صراحة لما نقطع أوراق الامتحانات، نحس روحي يعني really free. اوكي كما راكم تشوفوا هنا عزلت كامل الامور المهمه. هنا عندي الدفاتر تاع الدراسه تاع سنوات سابقه، وهنا جمعت كامل الاوراق الاداريه في هاد الملفات لهنا البلاستيكيه. اوكي ديروا روحكم ما شفتوش هاد المهم. ولهنا عندي هادو تاع هادي خاصين باللانجويجز، هاد الكتابين تاع التركيه، هذا تحسب مجلد، المهم هو كتاب. هادو اللحنة اللي ساعدوني بزاف صراحة في الباك، هادو نتاع الفيربس، هادو في بالإسبانية اللي ما يعرفش كنت لغات أجنبية في الليسي، عندي بكالوريا لغات أجنبية وكنت نقرأ إسبانية. وهذا نتاع الإنجليش اللي لازم يكون عند كل واحد فيكم نتاع الريغولار فيربس، وعندنا بالإنجليش فرنش وعربيك. بزاف 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 مليحة، نفادني بزاف، فيه تقريبا لوك فيه تقريبا كامل لي فيرب، وبالعربيه وبالفرنسيه كذلك. المهم هايل بزاف يعني تحتاجوه، كل واحد مهتم بالتعلم اللغه الانجليزيه يعني لازم يكون عنده صحه، وهذا اكبر كذبه تعلم الانجليزيه في 3 اسابيع. ما تبانش منظمة حتى لتم، ولكن المهم كل حاجة راها في مكانها المناسب وما راش عندي زيادة لهنا. الآن حان وقت هذا الضوج اللي راح في حالة كارثية، راح نحي كامل هذا الربلة اللي راها لهنا وراح ننظمها إن شاء الله. هنا ندير ماي أكسسوريز، هاد البوكس اللي راهو عندي في 5 سنين ولا 6 سنين ولا اكثر، راح نحط فيه هنا مذكراتي الشخصيه وثاني هاد الدفاتر تاع التخطيطات يعني تاع السنوات السابقه، راح كامل نحطهم لهنا. وانا نلم في هاد الدفاتر نتاعي، شوفوا لقيت واحد الكراس نتاع الذكريات نتاع سنوات ماضيه، يعني اي دون ريمبر في السويام ولا في الليسي، اي كانت ريمبر لوك كراس الذكريات. انا راح نحطهم لهنا ونغلق عليهم في صندوق اسراري.
سو اليوم ركزت جست على الديسك، لميت كل حاجة نحتاجها وكل حاجة ما نحتاجهاش رميتها، وتاني لهنا عاود نظمت كل حاجة باسكو كل حاجة كانت في جهة. تاني بالنسبة للدرج نظمته شوية، لميت الربلة اللي كانت له، هنا عملت الاكسسوريز لهنا، تاني سوايع لي براسلي، وهنا عملت هذا الدفاتر نتاع التخطيط هكا باش يجوني ساهلين كي نحتاجهم، وهادو لي بواط نتاع ماي جلاسيز. والآن حان وقت كتابة الأهداف لعطلة الصيف. نشارك معكم الأهداف متاعي لهذه العطلة إن شاء الله الصيفية. بالنسبة للهابيتس عندي لهنا النهوض والنوم باكرا، خاصة النوم باكرا. ثانيا أنا حابة نكتسب عادة جديدة وهو الاستماع للبودكاست قبل النوم بدل مشاهدة الأفلام والمسلسلات. أنا غالبا في الليل نشاهد أفلام ومسلسلات، والأفلام راكم تعرفوا يعني ساعة ونص زوج سوايع، يعني قادر حتى الوحدة وأنا فايقة غير مع الفيلم ولا داك الحلقة وننسى روحي، وأنا لازمني نوض في الصباح باكرا. لهذا حبيت نبدل هاد العادة بعادة الاستماع إلى بودكاست. حاليا انا عندي بودكاست عن السيره النبويه راح نبدا بها ان شاء الله، اي بودكاست نتعرف عليه جديد راح نشاركه معكم اكيد. اما بالنسبه للدراسه فهنا عندي انهاء المستوى بيبير نتاع تركيا، لانه ما كملتوش في المدرسه ولازم عليا نكملو هذا الصيف ان شاء الله، باش اذا دخلت العام الجاي ان شاء الله ندخل يعني في البيدو. وهنا practice translation من أهم يعني الأمور والمهام اللي لازم عليها هاد الصيف، هو أني نمارس الترجمة هاد السنة. يعني تقدروا تقولوا قرينا غير النظري، والترجمة لازم ممارسة، لهذا لازم عليا نمارس الترجمة لوحدي، يعني سواء الترجمة الشفهية ولا الكتابية. بالنسبة للreading صحرا عندي كتابين سبق وشاركته معكم، عندي Murder on the Orient Express نتاع أغاتا كريستي، وعندي لي مالور دو صوفي اون فرونسي، هذا والأول بالإنجليزية. هادو الكتابين الأولين اللي راهم في بالي حاليا، ولكن أكيد راح يكون كاين كتب أكثر وأكيد راح نشارك معكم كالعادة. بالنسبة للعادات والواجبات الدينية فهنا عندي صلاة الفجر، المواظبة على صلاة الفجر، قيام الليل كذلك. واحد من الأهداف متاعي أنه نختم القرآن إن شاء الله هاد الصيف، هاد الشهرين تاع العطلة. تاني المواظبة على الأذكار والدعاء كذلك. هنا صراحة زدت جدولين، يعني نسيت لهاد الفئتين هي تاع العمل والموفيز والسيريز. إذن بالنسبة للعمل أول حاجة هي تيتشن، على بالي بزاف منكم عم يتسائلوا يقولوا لي what do you teach، ماذا تدرسين؟ يتبعوني على الانستغرام، على بالي بلي راح نبدا ان شاء الله دوره من جديد، كنت بديتها في اول سنه ولكن حبست مع ضغط الدراسه، ولكن هذه المره تحت طلبكم اعلم انه بزاف منكم راهم حابين يتعلموا اللغه الانجليزيه في هذا الصيف، وهي اصلا صراحه فرصه جميله ورائعه جدا انكم تتعلموا اللغه الانجليزيه ولا اي لغه اخرى في هذه العطله الصيفيه، استغلوا وقتكم يعني في التعلم. اذا هذه الدوره ان شاء الله راح نبداها في الاول من جويليا ان شاء الله. للمهتمين راح نخلي لكم بوست في كوميونيتي هنا في اليوتيوب للتفاصيل. سو اذا كنتم من المهتمين انكم تدرسوا معي اللغه الانجليزيه في هذه العطله الصيفيه في هذه الدوره اللي راح نفتحها في الاول من جويليا ان شاء الله، ما عليكم الا تتواصلوا معي عبر الايميل ولا الانستغرام. وثانيا صح بالنسبه للفيديوهات اليوتيوب كما العاده راح يكون كاين عندنا فيديو كل ثلاثاء وجمعه ان شاء الله. وبالنسبه للانستغرام تاني بديت ننشط مؤخرا في الانستغرام، اذا ما كنتوش متبعيني على الانستغرام حاوليكم لهنا go follow me. أما لهنا بالنسبة للمسلسلات والأفلام عندي قائمة بزاف بالأفلام والمسلسلات، ولكن حاليا هذو هما اللي تفكرتهم وهذو هما اللي صحراني حابة نتفرج لهم كتبتهم لهنا. إذا كانوا هذو هما أهدافي للعطلة الصيفية،
ما تنساوش انتم تاني تشاركوا معايا اهدافكم لتحت في خانه التعليقات، ونشوف اهدافكم بالك نساق منكم هكا كش فكره. راح نبدا ان شاء الله التخطيط لانجازات يعني والمهام نتاع هذا الصيف ان شاء الله مع الاسبوع القادم. هذا الاسبوع نخصه فقط to get my life together، يعني شويه نستجمع نفسي ونستجمع افكاري، وبعدها ان شاء الله راح نبدا في المهام اللي خططت ليها. And I think that's all for today. نشوفكم في الفيديو القادم إن شاء الله. السلام عليكم.